السلام عليكم خوتي، نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. المهم كنهضر بشويه غير باش ما نفيقش الواليد. المهم دابا خوتي راه الوحده ديال الليل، الوحده ديال الليل غادي نفيق الواليد، غادي نقول له الواليد راه انا مريض بالسيده. يا ربي تسترنا وتستركم اخوتي من هذا المرض هذا، والله يشافي جميع المسلمين اخوتي. المهم انا غادي نخرج نوريكم الزنقه كتصفر باش تعرفوا داك الشيء راه كاين. المهم الا كنتي اول مره كتشوف الفيديو هبط دير ابوني وخلي لي جيم وخلي لي كومونتير زويون بحالك جوب. وهانتوما خوتي كيف ما كتشوفوا الوحده ديال الليل هادي الزنقه كتصفر، ما كاين حتى شي واحد باش تعرفوا داك الشيء راه كاين، ما كاين لا كذوب لا شي حاجه. المهم نشوفوا البرانك ونعاودوا نرجعوا. جاوب عليكم اخوتي. مالك أصاحبي مالك هاد الوقت هادي؟ شحال الساعة دابا؟ شحال الساعة دابا؟ واش 12 هادي صاحبي مفيقني؟ شنو غيكون لك؟ شنو؟ شعورك على والي؟ باغي نقولك شي هضرة بيني وبينك، بيني وبينك، شرا شوية با راه نعسين عسين شوية، يرحمني في الوالي. انا زعما لو يرجع خلي الوالده ناسه طاح ناسي، يرحم ليك الوالد. انا بان شرا صافي حطيت السلاح كيما تيقولوا، حطيت السلاح الوالد. شنو عندك شي مشكل مع شي بنت ولا شنو؟ اش من بنت ابوي، اش من بنت؟ لا ما لقيت ما نقول ابو بلا والله. ايه قول لي قول شنو شنو هاتك هذا الوالد؟ انا كنت نحس براسي مرهق مريض مدقدق بزاف ديال الحوايج، ولكن راه الوالد منين سولت على راسي، منين سولت على راسي تصدمت با قسما من بين الليلة تصدمت. علاش؟ انا مازال ما دابا يفهمني يا صاحبي، انت دابا مازال ما عطيتيني لا راس الخيط وهي يدخل الموضوع. شنو كاين؟ شنو هي؟ قول لي كلشي في الورقة الوالد، كلشي في الورقة، كلشي في التحاليل، كلشي في كذا. ماشي؟ اش تشوف با؟ اش غادي تشوف؟ اش غادي تشوف؟ دابا انت عارف هاد الايام ما بقيت لا تنحضي معاك لا حانوت لا تلعبة. ضحكتك هاد الايام ماشي هو هذاك دابا. صافي انا ملي حسيت براسي الوالد مريض مدقدق تنحس بمثلا قلت انا الوزن ديالي تيهبط، حسيت تهبط في واحد الحكه هنايا فهمتش في صحتي. منين عاودت هادشي للدراري ايوب وعزيز، منين عاودت لهم بو الديكور كيفاش، قال لي خصك تشوف الطبيب. ومن بعد مشيت للطبيب ريقلت معاه ويقول لي قال لي انت يا راه بداتك السيده. كيفاش بداتك السيده الوالد؟ دابا با عيدي قول لي با الحل الله يرحم ليك الوالدة. منوضك دابا، منوضك دابا با باش تعطيني الحل، ماشي تشد في راسك. راه مسألة موت هادي با، راه ماشي زعما تقول لا واه مهرس راه غنبراول. ودوك الوراق شنو فيهم؟ الدرجة الأولى الثانية الثالثة شنو؟ وراه عاد بادياني با. منين جاك انت هاد الهم انت يا هذا؟ منين جاك؟
وانا بو كون عارف بو منين جاني يكون شلاو شويه. وا بلا مشكلة يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. أنا ولا دا صافي. ودابا أمك نيتيق الخبر؟ صافا باني نقرر شنو غادي حوايجي أنايا ما نعيش معاكم مثلا. علاش شنو المشكل؟ علاش ما تعيش معانا؟ شنو؟ صافي با ما عندك ما ديرو بيا صافي انا بحال دابا وليت زبالة قمامة صافي هادشي اللي كاين با شنو؟ وقسم بالله بوي غير صاحب لا ما تشوف صافي الوالد لا عطا وعطا واش حنا هادشي اللي بالصباح ولا تنمليو عليك حنايا واش هادشي هذا كامل زعما انت ما زيقتيه ما والو تشوف غادي لورا وراه هضرنا معاك با هضرة وحدة صافي يقدر علينا الله هو هذا مع شنو درنا تحت سيدي يا ربي يا سيدي يا ربي. وكنت غادي تمشي مع الطبيب غنتاكد انا بيتي هذا بابا انا كليتو غير معايا في الطبسيل راه تعادى والله حتى تعادى عود داك الشيء راه في الظفار قال لك في الفلاسه ولا ما كاين ما تعادي ما وانت سكت وسكت تهنيني نصداع كل عادي شرب عادي ما كاين حتى شي حاجه غدا غادي نمشي معاك الطبيب ولا غدا ولا بعد شي حتى السنان الا حكيتي بي الا حكيتي بها هي اللي عطيك هي ميتة لهنا انت ما غدي لا شي كنت لا شي حتى السنان لا والو ما تخدمش انت شي حتى كاع في الدار بوحدك ما تعلم لا اختك لا والو ما يمكن شبان انت تأنبني يعني شنو الحل في نظري انا شنو غادي ندير لك انا شنو ياك عييت ما نهضر معاك حمزه دير عقلك حمزه حضي راسك حمزه دير عقلك حمزه عييت ما نعطيك بالتحسيس عييت ما ننصح فيك ولكن انت اللي بدماغك تديرو وبا انا اللي في ما لقيتش شي واحد اللي يعاوني لقيتو في جنبي اللي ينصحني ولا كذا ولا فهمت وانت غادي بسرعه صاحبي هالسرعة ديالك فين وصلات؟ شوية طيب شوية الله يرحمك الوالد. شتي هالسرعة ديالك فين وصلات كدا؟ ها خديجة، ها حليمة، ها سعاد، ها كريمة، ها أنت المشكل ديالك فين وصلات؟ شتي أنت فين طحتي؟ دابا المشكل أمك إلا ساقت الخبار شنو غادي يطرى لها؟ فهمتي؟ الشاب راه مكتب علينا حنايا منين تزيان غنتزادو؟ لا تزيدي ما مكتبتش الله هادشي ما مكتبوش عليك الله. مكتب لك عليك الله انت يا خصك تستقم الله يرحم الوالدين انت مشيتي بطريق خايبه انت لعقتيها ما قدرتيش شوكة مشي طبيب مشي سبيطار ما تعرف با انا ما شحال هادي ما ضربتيش شوكة انت هادي بعد 3 سنين ولا 4 سنين ما ضربتيش شوكة وما زعما الا ضربت الشوكة غدا غادي تجيني الصيدله غدالي البارح تجيني الصيدله غدالي ولا راه الصيدله الا ما ضربتيش شوكة 3 سنين 4 سنين غادي يبان فيك المرض لما لا هي غير اجوبه يتبان فيك لا سيدي شوف بيا ما تدوخنيش سي المصايب اللي كتمشي لهم هما اللي جابوها لك فين تنمشي بويا انا ثم تقول الله يرحم الوالدين ما تدخلش معايا في ذاك النقاشات ديالك فهمتي انت ورطتي راسك ودي تقول احنا انا مش شوف راه ماشي انا لا نمشي للطبيب كاملين تمشيو للطبيب وما تعرف انا هاد المرض هزو منكم واحد منكم نتوما ونتوما ما عارفينش يا لا فعمرك انت 21 عام هزت منا حنا هاد المرض وما يعرف واش حنا تنقمشوك شوف اخويا ما تبقاش تدخل لينا هاد الخزعبيلات ديالك شويه شوف فيا غدا انا غادي نمشي للطبيب نديك وغادي نوقف انا الفحص ديالك بيدي ما انا هادشي ديالك انا راه ما داخل لينا من هنا لا من هنا واش فهمتيني اش كنقول لك فهمتك الوالد صافي حطيتي دابا صافي وقفت عند حد انت على هضرتكم اللي كنتو تقولوا لي جلس في الدار دير دير الله يا بوي تندمت بو دابا شكون اللي غادي يبقى في المشكل انا اللي باقي في المشكل لا خويا ماشي انت اللي في المشكل حنا اللي في المشكل انا وامك حنا اللي غادي نبقاو حنا كنعانيو انا اللي غنتعذب في حياتي كامله بو شنو درت تحت يدي يا ربي شنو درت يا درتي ولا درتي شي حاجه انت عاد بعدا لصقت فيك هاد المصيبه هادي والطبيب باش نصحك شنو قال لك هذاك الطبيب خصو يصحك اكثر مني انا
شنو قال لك؟ واش قالك جيت تقيد عندنا باش تاخذ التريتمون ديالك؟ واش شنو قال لك؟ ما غير انت كنت عارف مرات السيد راه ما عنده حل وليدي جلس في داركم حتى تموت هو وحديت. ما عطى لا تريتمون لا والو. عطاني وانا عطاني الورقه الوالي. خصنا نشوفو منين نجيبو. وانا اللي غادي نوقف على هادشي، ما تبقاش تخربق عليا، انا بعدا راه ما فهمت من كلامك حتى شي حاجه يا. ما فهمت من كلامك حتى شي حاجه، انا تنقول لك. دابا نوض نعس الوالد، وغدا ان شاء الله. فين غادي نعس دابا؟ فين غايجيني هاد النعاس انا؟ الوحده د الليل هادي فين غادي يجيني هاد النعاس انا؟ فين؟ غادي تنعس انت؟ انت نعسيت غنسمعك تتشخر انايا، انا اش غنعس انا حياتي كامله وانا فايق ابو حياتي كامله وانا فايق، شنو درت تحت يدي يا ربي ما عرفت انا شنو عندي. وماشي زعما با هاد الاعراض اللي وليت نحس بهم، راه عدد الايام اب، اقسم بالله ب... قول لي هذا شنو غنقول؟ ما دير لي دابا با لا حل لا والو، هادي السيدة زعما ما كتبغي لا عملية لا حتى شي حاجة. كاين لا عملية لا والو، إن شاء الله غادي يكون الحل غير ما تاخذ المشكل كبير ولا فهمتي؟ حنا غادي نحاولوا. أنا تعقدت با في حياتي، أنا تعقدت لا والو، شوف ما تعقد إن شاء الله ما والو، غادي يكون الحل. المهم انت طمأن نفسيا وغادي تعيش بخير ان شاء الله وغادي تشفى. غيكون راك شتي مشكل نفسي راه غيقتل اكثر من المرض، فهمتي؟ حاول تنسى هاد المشكل هذا ان شاء الله وغادي يكون الحل، فهمتي؟ يا ولد قلت لك هادشي هذا كامل برانك على الوالد؟ كيفاش؟ يا ولد قلت لك هادشي كامل كاين برانك؟ وهذا هو البرانك اللي خرجتها من الوالد. يا ربي شي نهار يمشي يطيح لنا الوالد بشي كريز ولا يطيح لنا بشي مرض الله يسر. المهم خوتي اللي عجبو البرانك يخلي لي كومونتير زويون ويدير جيم ويبدا يدير ابوني وكاع لي ميساج ديالكم كنقراهم. والله الا شكرا بزاف على التفاعل ديالكم بعدا. واللي بغى يتواصل معايا في انستغرام راني ديما اكتيف، انا غادي نخليها لكم هنايا الفوق. وما كرناش هاد البرانك هذا، بارطاج البارطاج اخوتي، وديما بيس.